أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رائد الأعمال الإماراتي المميز الأستاذ فيصل أهلي من فارمرز كوفي. أهلا وسهلا أستاذ فيصل. أهلين وسهلين. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC، ونتمنى منك بالبداية تعرفنا وتعرف المشاهدين المزيد عنك وعن بداياتك مع مجال الكوفي. أول شيء أتشرف باستضافتكم، ومعكم الأخ فيصل أهلي co-owner of Farmers Coffee. بدينا هذا المشروع 7 سنين في مقر عملنا أنا وشريكي فيصل المري. كانت الفكرة أن نقدم مشروبات أو قهاوي بجودة عالية من تجاربنا من خارج الدولة وداخل الدولة. أستاذ فيصل، ممكن تخبرنا على أنواع الكوفي المتوفرة حالياً، أنواع السويتس اللي تميزتوا فيها واللي بتقدموها؟ اليوم ما شاء الله وصلنا تقريبا إلى 5 أو 6 أنواع من القهاوي، أنواع القهاوي منها الكولومبية، الأثيوبية، البرازيلية والبيرو، وكلها عضوية. الفكرة كلها من المشروع أن المشروع يكون عضوي بالكامل، كل اللي نقدمه نحاول يكون عضوي 100% مع الشهايد. وسويتات كذلك كل شيء عضوي، عندنا منتجات جلوتين فري، عندنا فيجن اوبشن، وعندنا الكيتو اوبشن. بنتكلم اليوم عن المشاريب المتنوعه اللي عندنا، في منها الفري اوف جلت، يعني فيها الشكر لكن الشكر اللي فيها طبيعي 100% وعضوي 100%، وعندنا السيجنتشر درينكس اللي هي للدايت، مثلا مستخلصه من الكوكونات بلم. هذا الشكر يعني جدا هيلثي وجدا نظيف وفي اقل كالوري، اللي هو عندنا الاف 9 لاتيه، وعندنا الهاني كراميل اللي هو البست سيلر من اول يوم، هو اللي عملنا ضجه اول فتره وما شاء الله لين اليوم هو البست سيلر. عندنا منتجات سيجنتشر اخرى اللي هي اورجانيك وايت شوكليت لاتيه، وعندنا في السيزن ننزل بثيث سبايس لاتيه، هذا يعني ميكس اوف اور تراديشنال فليفر. فعندنا تقريبا حول 5-6 سيجنتشر درينكس مميزه وما شاء الله عليها طلب وماشيين عليها بكل، وكنا من اوائل الناس اللي ضفنا الفليفر للماتشا النكهه اللي هي الفانيلا ماتشا، وما شاء الله ضرب عندنا ترند لين اليوم. الناس تقول ان افضل اورجانيك فانيلا ماتشا موجود في الامارات، وعملوا تصويت عليها والحمد لله لين اليوم وي ار سيرفينج ون اوف ذا بيست توب هاي كواليتي ماتشاز ان يو اي. الجائزه اللي حصلنا عليها كانت في ثاني سنه من بدينا البزنس، اللي هو كان على الهاني كراميل اللي تكلمنا منه قبل شويه. صار في تصويت من براند دبي، عملوا تصويت للناس شو هو افضل سيجنتشر درينك، افضل كونسبت، افضل كوفي شوب. كنا نحن الفائزين في افضل سيجنتشر درينك، وودونا فيها هالسنه نفسها الى امستردام لوفز كوفي فيستيفال، والمهرجان جدا كبير من العالم كله، وكنا نمثل دبي والامارات في هذا المهرجان. استاذ فيصل، بعد النجاح الرائع والسمعه اللي كسبتوها في سوق الكوفي في دوله الامارات، ما هي الخطه وما هي الرؤيه المستقبليه؟ رؤيتنا المستقبليه طبعا هي التوسع، ودائما نشر القيمه المضافه للمجتمع. انا همي الاول والاخير ان الزبون عندي يوم يدخل عندي المحل ما يندم، او كل اللي يطلبه يكون صحي له ولعياله. ما اقدم شيء سكر اضافات فيها كيميكلز، فيها هالامور هاي، يعني انا اضر اهلي وناسي في النهايه، اخواني واهلنا وعيالنا هاي. فتخيل اذا انت تشرب على مدار يوم. فانا انوي ان شاء الله التوسع بشكل كبير في كل انحاء الدوله وخارج الدوله كذلك. بالنهايه استاذ فيصل، شو الرساله اللي بتحب تقدمها لدوله الامارات ولحكومه دبي على دعمها وعلى الامن والامان؟ والله اول شيء انا احب اشكر شيوخنا طول لي بعمارهم، وحكومتنا ما قصرت، كوني انا كشريك مع مؤسسة محمد بن راشد وصار لي 7 سنين معاهم، وما شاء الله الشغل والمساعدات ما قصروا ويانا في اي شيء، وحتى هم بتكون لهم بصمة في توسعنا داخل الدولة وخارج الدولة ان شاء الله.
بالنهاية ممكن تخبر جميع المشاهدين اللي عندهم اهتمام بالكوفي الخاصة فيه كيف يقدروا يوصلوا يتواصلوا مع الكافيه؟ محلنا الأساسي هو في الخوانيج في دبي على شارع العمردي. عندنا فرعين كذلك، فرع في أبراج الإمارات الطابق الأرضي، وعندنا فرع في السيليكون أويسز مقابل ستاربكس، وإن شاء الله في توسع بعد قادم. وأرقام تلفوناتنا موجودة، وعندنا الباركود يعرض لكم المنيو كامل، والإنستغرام مالنا شغال وأي حد يقدر يتواصل فيه، والرد بيكون جدا سريع. نتشكرك أستاذ فيصل، ومنشكر شريكك، ومنشكر جميع طاقم العمل في الكافيه، ومنتمنى لكم دائم التوفيق والنجاح. ما تقصر والله، أنا اللي شكر وعلى الاستضافة هاي الجميلة، وإن شاء الله تشوفونا في أفرع أكبر وأكبر. أكيد إن شاء الله، كل التوفيق. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.